مرحبا يا حلوه. اهلا استاذ. فكرت بالكلام اللي قلت لك اياه؟ ما تفكر بكلام ما بيهمني. تفضل كمل طريقك وخليني اخلص شغلي. بحب المرأة اللي بتتصنع الخجل، ولو اني بعرف انه اللي مثلي يتمنانا وهن الرغبات. احترم نفسك، كمل طريقك احسن ما يشوفك جوزي وتشوف منه شي ما رح يعجبك. ولك لا جوزي ولا اي حدا بالدنيا كلها رح يقدر يمنعني عنك. اتفو عليك وعد بلا شئمة ولا شرف، وعد عديم الأخلاق. خسرك هن، خس يا حسلة البشر يلي مش معروف أصلك من فصلك. عبتمد إيدك علي ولك كلب يا حيوان. يبعت لك كسر إيدك وسحب لسانك، وعد بلا ناموس. صرت تعرفي تحكي يا كركمة، يا صانعة يا بياعة الحليب. من هون على ما خلي دمك يمشي بالنهر. ترجع وتجيب صوتك، روح عند الاولاد وتركيني اتفاهم معه. ايوه عشنا وشفنا النسوان عم تحمي رجالها. حسابك معي بعدين يا بياعة الحليب. فل من هون وكفينا شرك يا انور داوود. جاي تعملي ادميه قدام هالترطور؟ سكتي ولي عهره. لسر ميت اشرف من راسك. ما عندك عرض لتعدى عرض الناس؟ هنتني وهنت مرتي وضربتني بالحجر، والله لخلي روحك تطلع من مخارك. اتركوا الله يخليك يا حبيبي، اتركوا ما تبلينا فيه. قلت لك روح عند الولاد ولا تكلمي بقى، شيل ايدك عني ولا. الال بي سي اي بترافقك وين ما كان، كل برامجها بين ايديك من خلال موقعها الالكتروني والابلكيشن الخاصه فيها على هاتفك وعلى جهاز الابل تي في.